بالنسبه للموضوع الرابع هو موضوع ما يخص عمل مستشفى تعليمي في الوادي الجديد بالدخله، اللي هو طبعا مكانه مستشفى الصدر اللي هي معموله خرابه دلوقتي، تمام؟ والناس بدات تكذب الموضوع ده، انك ازاي تعمل مستشفى تعليمي من غير ما يبقى فيه كليه طب؟ بالنسبه للموضوع ده في سنه 2013 القوات المسلحه حبت ان هي تعمل مستشفى عسكري يخدم اهل الوادي الجديد، لان المنظومه الصحيه عندنا في الوادي الجديد متهالكه تماما. اصبح عندنا النهارده اللي بيعمل حادثه يردوه على مستشفى، مفيش عندنا غير شويه محاليل، واللي عنده سخونيه بيعلقوا له محلول، واللي عنده مغص بيعلقوا له محلول، والدنيا بايظه والمنظومه الصحيه عندنا متهالكه تماما. فكانت القوات المسلحه حبت ان هي تعمل خدمه للوادي الجديد، عايزين ننشئ مستشفى عسكري. اتفرجوا على موقع في الداخل واتفرجوا على موقع في الخارجه، وبما ان الخارجه ليها نصيب الاسد في كل حاجه في محافظه الوادي الجديد، اتوقع البروتوكول مع المحافظه واتخصصت قطعه الارض لانشاء المستشفى العسكري في الخارجه. تامر عبد القادر راجل غيور على بلده، عمل ايه؟ كتب طلب باسمه تامر عبد القادر الصحفي بالاخبار ابن من ابناء الوادي الجديد، وطلع للدكتور اشرف اسماعيل مدير عام هيئه المستشفيات والمعاهد التعليميه، حصل على موافقه صريحه بانشاء مستشفى تعليمي في الدخله، وطلع على الدكتور طارق على اللي هو طارق المهدي وقتها وهو محافظ الوادي الجديد القصبه، وخد موافقه بتخصيص قطعه ارض وهو المبنى اللي كائن عليه مستشفى الصدر بموت هنا لانشاء المستشفى التعليمي. وبالفعل اللي هو طارق المهدي بعت لوزير الصحه وبعت لرئيس هيئه المستشفيات والمعاهد التعليميه بالتخصيص، وتم التخصيص بالفعل. وقفت الخارجة في الموضوع وقال لك لا، دي جامعة الوادي الجديد هتبقى عندي هنا في الخارجة، ازاي تنشئ لي مستشفى تعليمي في الداخلة؟ دي كلية الطب هتبقى هنا. طب وده هنا لما كلية الطب تبقى في الداخلة؟ علشان الموضوع ما يبوظش، الموضوع كان واقف على ميزانية لإنشاء المستشفى التعليمي، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وبين جامعة أسيوط عشان يبعت لي أساتذة في كل التخصصات على الداخلة هنا. والموضوع وقف بسبب الخارجة، راح تامر بسرعة وجمد الموضوع في وزارة الصحة علشان الموافقة دي ما تروحش على الخارجة. وده اللي حصل بالفعل، والموضوع وقف لحد كده متوقف على تخصيص ميزانيه. انا النهارده تامر عبد القادر بصفتي صحفي ما اقدرش اروح اخبط على باب رئيس الوزراء واقول له خصص لي ميزانيه لانشاء مستشفى تعليمي في الداخل، هيقول لي انت بتتكلم باسم اهل الداخله بتاع ايه؟ هقول له انا من ابناء الداخله، ماشي انا من ابناء الداخله، امضي لك تاشيره بالموافقه، لكن اخصص لك ميزانيه عندك نواب الداخله يجوا يتكلموا باسم ابناء الداخله علشان اخصص لهم ميزانيه. وبناء عليه ده كان من اول الاسباب اللي دفعت تامر عبد القادر انه ينزل انتخابات البرلمان عشان الراجل يدور على حق ابناء الداخله المهضوم بالذات في الميزانيه.